الرئيس السيسي يتابع موقف تنمية سيناء ويوجه بتواصل مساهمات صندوق تحيا مصر في دعم التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية. من أرض الفيروز، رئيس الوزراء يشير إلى جهود الدولة لتطهير سيناء من الإرهاب خلال السنوات الماضية بالتوازي مع عمليات التنمية الجارية. زيلنسكي يؤكد أن الهجمات الروسية على محطات الطاقة فاقمت الوضع السيء، ويشدد على ضرورة تزويد كييف بالسلاح. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صندوق تحيا مصر في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه في إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي لمتابعة نشاط صندوق تحيا مصر ومساهمته في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية. وخلال اجتماع آخر لمتابعة الموقف التنفيذي لتنمية سيناء، وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك مشروعات استصلاح الأراضي الهادفة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء وتعظيم المساحة العمرانية والإنتاجية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب حسن عبد الشافي المستشار برئاسة الجمهورية، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد شوقي رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لتنمية سيناء، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك مشروعات استصلاح الأراضي الهادفة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء وتعظيم المساحة العمرانية والإنتاجية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للزراعة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية. كما وجه السيد الرئيس بالتنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتدقيق قواعد البيانات الخاصة بكافة المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، بالنظر إلى أنها تمثل عنصرا أساسيا لتعظيم النتائج وتعزز من نشاط الدولة لمراجعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها، مع إيلاء أهمية متزايدة لموضوع الميكنة. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء ومخصصات مياه الري في هذا الصدد، بالإضافة إلى نسب ونوعيات المحاصيل الزراعية التي تم إنتاجها في هذا الخصوص. كما تم عرض الموقف التنفيذي للتجمعات التنموية وقرى الصيادين والمنازل البدوية في سيناء، فضلا عن موقف المناطق الصناعية والحرفية في كل من العريش ورفح الجديدة، وكذا المنطقة الصناعية ببئر العبد، وكذلك سير العمل في تطوير مختلف الخدمات من مياه شرب وصرف صحي وطرق ومحاور. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر ومساهمته في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية. وقد عرض اللواء محمد أمين في هذا الصدد مجمل نشاط ومساهمات صندوق تحيا مصر والدور الحيوي الآخذ في التطور الذي يقوم به منذ تأسيسه كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ونجاحه في العديد من القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات.
وقد تجاوز إجمالي المساهمات التي ضخها الصندوق في مختلف القطاعات والمجالات على مستوى الجمهورية منذ إنشائه وحتى الآن مبلغ 22 مليار جنيه، بما في ذلك مجال التطوير العمراني والإسكان البديل بحوالي 7 مليارات جنيه، ومجال الرعاية الصحية بحوالي 11 مليار ونصف المليار جنيه، كالإجراءات الطبية المصاحبة لجائحة كورونا والمبادرات الصحية المتنوعة والأجهزة الطبية بالمستشفيات، إلى جانب عدد آخر من المجالات كمبادرات الحماية الاجتماعية بحوالي 1.3 مليار جنيه، والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل بحوالي 400 مليون جنيه، والتعليم بحوالي 531 مليون جنيه، وبرنامج رعاية الموهوبين بحوالي 200 مليون جنيه، وقطاع الاستثمارات بحوالي 400 مليون جنيه، فضلا عن التدخل في الحالات الخاصة بالطوارئ والكوارث الطبيعية بمبلغ حوالي 1 مليار جنيه. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار صندوق تحيا مصر في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه في إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك استنهاضا لقدرات الدولة الذاتية كأحد أدوات التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية، وكذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ورفع مستوى أداء الخدمة المقدمة لهم. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تفقد مناطق كثيرة داخل شمال سيناء، بداية من رفح مرورا بالشيخ زويد ووصولا إلى العريش. وأكد مدبولي أن ما تم تفقده اليوم من مشروعات تنموية وخدمية يعتبر مشروعات قومية ضخمة يتم تنفيذها بمختلف المناطق على أرض سيناء الغالية، وتستثمر بها الدولة مئات المليارات، وذلك تحقيقا لأوجه التنمية الحقيقية. جزء من الجولة النهاردة كنا بنتفقد جزء من مشروعات الإسكان، سواء رفع الكفاءة أو أعمال الإنشاء والتطوير اللي بتحصل النهاردة في مدينة العريش، وكان جزء منها برفع كفاءة وإعادة إنشاء مشروع للإسكان التعاوني. مشروع ده كان قديم جدا ويعني تهالك، وكان تقريبا يعني بقى أصبح يمثل خطورة داهمة على المواطنين فيه. الدولة المصرية تدخلت وبتعيد بناء هذا المشروع بالكامل وترفع كفاءته. الحقيقة يمكن مشروعين مهمين جدا النهاردة الحمد لله تفقدناهم، وتقريبا دخلوا يعني مرحلة التشغيل التجريبي تمهيدا للافتتاح إن شاء الله من بواسطة فخامة الرئيس. هما محطة الكهرباء الرئيسية في المساعيد، ودي المحطة ضخمة جدا النهاردة هي المسؤولة عن توليد الكهرباء مش فقط العريش ولكن كمان لكل شمال سيناء. وبطاقة النهاردة اللي هتبقى طاقة التشغيل فعلا المبدئية 350 ميجا، وإنها هتترفع في خلال مدة بسيطة جدا ل 700 ميجا. معنى هذه المحطة احنا مش بنتكلم فقط لتغذية الوضع القائم، ولكن احنا بنتكلم على تنمية حقيقية، وبتتعمل هذه المحطة عشان تلبي الاحتياجات المستقبلية لصناعة وزراعة وتشغيل وتجارة، وكل شيء هيتم في هذه المحافظة إن شاء الله. أضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بسيناء أن الدولة بذلت جهدا كبيرا لتطهير سيناء من الإرهاب خلال السنوات الماضية، وذلك بالتوازي مع عملية التنمية الجارية على أرض الفيروز. أوضح مدبولي أن تواجد اليوم في هذه المحافظة والقدرة على التحرك بمنتهى الأمان في الطرق والميادين لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين. قرار الحكيم اللي أخده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عملية مكافحة الإرهاب تحصل بالتوازي مع عملية التنمية. فبالتالي احنا كنا بقالنا 4-5 سنوات بنحارب الإرهاب، ولكن في نفس الوقت ما توقفناش عن إنشاء المشروعات الكبيرة اللي أنا اتكلمت عليها. لأن لو كان التفكير الطبيعي والعادي إن احنا الأول نقضي على الإرهاب ونبدأ بعد كده مشروعات التنمية، كنا هنخسر 4 سنين. لو كنا النهاردة عايزين نبدأ في عمليات التنمية النهاردة يبقى كنا هننفذ هذه المشروعات بدءا من النهاردة، وتاخد وقتها وبتكلفة هتبقى أضعاف اللي اتصرف عليها في خلال الفترة الجاية. الرسالة النهاردة هذه المشروعات الحمد لله أنجزناها كدولة وبقت جاهزة أنها تخدم عملية التنمية في شمال سيناء. مرة أخرى يعني أنا بتوقف هنا عند نقطة مهمة جدا بوجهها لكل مواطنين الشعب المصري،
بشكر كل أفراد القوات المسلحة المصرية البواسل والشرطة والمدنيين من أهالي شمال سيناء ومن كل حتة في مصر اللي استشهدوا أو أصيبوا من جراء الأعمال الإرهاب الغاشم اللي حصل على مدار الفترة السابقة، واللي لولاهم مرة أخرى إحنا ما كناش هنبقى واقفين هنا وكلنا مع بعض في هذا المكان. وأكد مصطفى مدبولي أن البنك المركزي يدعم من الحكومة اتخاذ خطوات مهمة لضبط السياسة النقدية خلال الأيام الماضية. وأشار مدبولي إلى أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8.5 مليار دولار حتى العاشر من شهر يناير الجاري، مضيفا أن الدولة كانت حريصة من أول ديسمبر على عملية الإفراج الجمركي للبضائع والسلع تلبية لاحتياجات السوق. البنك المركزي زي ما حضراتكم تابعته وبدعم كامل من الحكومة على مدار الأيام السابقة بدأ خطوات المهمة لعودة وضبط السياسة النقدية وعودة التوازن لسعر أو لسوق الصرف للعملة الصعبة، ودي خطوة كانت مهمة جدا لازم ناخدها كدولة، لأن ما ينفعش إحنا نتكلم على استثمار وتنمية وفي سوق موازي لسعر الصرف. وبالتالي هنا كانت القرار المهم جدا إن إحنا لازم نوقف هذا الإجراء اللي مش سليم، وإن يبدأ البنك المركزي ياخد كل الخطوات وبدعم كامل وبتنسيق كامل مع الحكومة للوصول إن إحنا نقضي على هذه الظاهرة إن شاء الله في خلال الفترة القادمة. إحنا في نفس الوقت عشان نقدر يحصل هذا الموضوع وعشان ندفع بعجلة التنمية، الدولة المصرية اعتباراً من أول ديسمبر كانت حريصة على إخراج أكبر حجم من المواد الخام والبضائع ومستلزمات الإنتاج من المواني اللي كانت متراكمة على مدار الفترة السابقة. ويمكن زي ما قلت لحضراتكم إحنا من أول ديسمبر لغاية 10 يناير، وعشر يناير ده يعني كان يوم الثلاثة اللي فات، إحنا كنا خرجنا بضاعة ب 8.5 مليار دولار. أنا عايز أقول بس إن الأربع والخميس اللي هم بدأ فيهم البنك المركزي الخطوات بتاعته، إحنا أفرجنا في اليومين دول لوحدهم عن بضائع ب 645 مليون دولار. البضائع دي النهاردة إحنا بنتحرك بقوة شديدة عشان كل دي هتضخ في السوق، وهيبقى جزء من الهدف بتاعها للضغط، غير ان احنا طبعا عملية ان المصانع كلها ترجع تشتغل بكامل طاقتها، ولكن الوفرة من المنتجات، وده في حد ذاته هيعمل نوع من التوازن في اسعار هذه البضائع والمنتجات اللي احنا بسبب ان احنا العديد من الازمات اللي احنا شفناها كان عديد من المواطنين بيشتكوا من غلاء الاسعار اللي حاصل في هذه المناطق. كذلك أكد رئيس الوزراء أن هناك الكثير من البرامج التي تتبناها الدولة لتخفيف العبء عن المواطن، موضحا أن الدولة تعمل على مراعاة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل. وكشف مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء القادم سيناقش ويقر حافزا إضافيا لتوريد إردب القمح اعتبارا من الموسم القادم، بإضافة 1000 جنيه لتوريد الإردب. كان هناك توجيه من فخامة الرئيس لدعم الفلاح المصري وزيادة يعني دعمه في خلال الفترة القادمة، وبالذات تشجيعه علشان يبقى هناك توريد أكثر للقمح في خلال الموسم القادم. وإن شاء الله بناء على توجيهات فخامة الرئيس، مجلس الوزراء القادم حيناقش ويقر حافز إضافي لتوريد القمح حيضاف للأردب إن شاء الله الاعتبارا من الموسم الجاي. إحنا كانت الحكومة وافقت إن يبقى سعر الأرداب بألف جنيه، إن شاء الله في مجلس الوزراء القادم هيكون في خبر مفرح للفلاحين بإضافة رقم آخر كحافز إضافي للتسليم عشان يبقى هناك سعر وعائد مجزي للفلاح المصري لموضوع القمح إن شاء الله. في إطار المتابعة الميدانية للاطمئنان على الحالة الأمنية ومظاهر الحياة الأمنية بشمال سيناء، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من المشروعات التنموية التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها. والتقى الفريق أسامة عسكر بعدد من المهندسين والعمال المشرفين على تلك المشروعات، وكذلك بعدد من شيوخ وعواقل وأهالي سيناء، مشيرا إلى أنهم يمثلون خط الدفاع الأول مع القوات المسلحة لصون مقدرات الوطن. في إطار المتابعة الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على الحالة الأمنية ومظاهر الحياة الآمنة بشمال سيناء، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من المشروعات التنموية التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها، والتقى بعدد من المهندسين والعمال المشرفين على المشروعات مشيدا بمعدلات الأداء التي يتم تنفيذها على أرض الواقع،
كما التقى بعدد من شيوخ وعواقل وأهالي سيناء، مشيرا إلى أنهم يمثلون خط الدفاع الأول يدا بيد مع قواتهم المسلحة لصون مقدرات الوطن. وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التأمين على خط الحدود الشمالية الشرقية ومعبر رفح البري، واطمأن على سير العمل وإجراءات التأمين المتخذة، أعقبها المرور على عدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بمدن وقرى شمال سيناء، كما شاهد إحدى عمليات التفتيش والتمشيط بالقرى التي تم تطهيرها من العناصر الإرهابية بواسطة عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء. وقام بجولة تفقدية بمدينة الشيخ زويد، التقى خلالها بعناصر وزارة الداخلية وأشاد بجهودهم في الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة، كما التقى برئيس مجلس المدينة الذي عبر عن تقديره لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في الحفاظ على الأمن. تلاها القيام بجولة تفقدية بشوارع وأسواق مدينة العريش، واطمأن على عودة كافة مظاهر الحياة إلى طبيعتها في ظل المناخ الآمن الذي أصبحت تنعم به شمال سيناء. كما التقى بعناصر قطاع تأمين شمال سيناء وأوصاهم بالحفاظ على مكتسبات ما تم الوصول إليه من حالة أمنية مستقرة، وأشاد بالروح المعنوية العالية لأبطال القوات المسلحة ومدى ما يتمتعون به من إرادة حقيقية للتضحية بكل غال ونفيس من أجل حماية الوطن. كما نقل الفريق أسامة عسكر تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني لما يبذلونه من جهود وتضحيات مكنت من استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن. تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 62 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 3,481,485 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 969 قضية سلع غذائية وتموينية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت أكثر من 2,448.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 180 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت قرابة 141.5 طن، وضبط 20 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت قرابة 55.5 طن. كما تم ضبط 35 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات بلغت قرابة 570 طن أرز شعير، وضبط 415 قضية في مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 1,325.5 طن، وكذلك ضبط 2,439 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 140 طن دقيق بلدي مدعم. كما تم ضبط 12 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 116.5 طن سلع غذائية متنوعة وقرابة 8.5 طن دقيق أبيض، وضبط قضيتين بيع بأزيد من السعر للأعلاف بمضبوطات بلغت 12 طن أعلاف حيوانية، وضبط 24 قضية أعلاف غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت أكثر من 83.5 طن أعلاف حيوانية، وضبط 21 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت 785 طن و250 كيلو أعلاف حيوانية، وأكثر من 93.5 طن مخصبات زراعية و6.5 طن أسمدة ومخصبات زراعية و1707 عبوة أدوية
أدوية بيطرية ومبيدات زراعية، وضبط قضية حجب أعلاف بمضبوطات بلغت 13 طن و750 كيلو أعلاف حيوانية. وتم ضبط 141 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 45 طن دقيق أبيض وقرابة 26 طن سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 64 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها أكثر من 4.5 طن دقيق بلدي وما يزيد على 12.5 طن أسمدة زراعية مدعمة وقرابة 9.5 طن سكر وأرز تمويني. وتم ضبط 2570 قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية. كما تم ضبط 8 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 55 طن أسمنت و10 طن حديد تسليح. كما تم ضبط 296 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 15920 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 610,737 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 391,944 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2953 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 101 سائق منهم. كما تم المرور على 99 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 707 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 616 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية وتبين عدم مطابقة 16 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 529 سيارة و63 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 4217 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ، والمحظور تركيبها واستعمالها، عن ضبط 954 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط 1218 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 2807 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 2997 مخالفة ملصقات، و39 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2276 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 68,071 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 64,912,558 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 237 قضية، من بينها 132 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 105 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 87 قضية بقيمة مالية بلغت 151,127,519 جنيها.
وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1695 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,243,000,000 جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 10,414,982 جنيها. هذا وواصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت من ضبط 362 قضية تموينية خلال 24 ساعة بمضبوطات بلغت أكثر من 295 طنا من المواد الغذائية، وضبطت أيضا قرابة 118 طنا في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، وقرابة 172 طنا في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، فضلا عن ضبط أكثر من 5 أطنان في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. كما تم ضبط 377 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 108 قضايا خبز ناقص الوزن و104 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات، فضلا عن ضبط 8 قضايا في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف بمضبوطات بلغت قرابة 65 طنا. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطلاق أكبر مبادرة للإطعام في مصر تحت عنوان خيرك سابق، بهدف تقديم الدعم الغذائي لخمسة ملايين أسرة على مدار العام. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأولى بالرعاية، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق أكبر مبادرة إطعام. تطلق المبادرة تحت عنوان خيرك سابق ضمن جهود التحالف لدعم جهود الدولة للحماية الاجتماعية. 5 ملايين أسرة مصرية تستهدف مبادرة خيرك سابق دعمها خلال العام. كارت الخير أولى آليات مبادرة الإطعام، تستطيع الأسرة شراء مستلزمات غذائية بحد أقصى 500 جنيه. منافذ متعددة سيعلن عنها التحالف الوطني في مختلف أنحاء الجمهورية للصرف بكارت الخير. كراتين المواد الغذائية ستوزع على الأسر المستحقة لمنازلها وفق قاعدة بيانات التحالف. وجبات ساخنة ستوزع من مطابخ التحالف بمحافظات الجمهورية كافة. سيعمم التحالف على الجمعيات القاعدية استمارة طلب إطعام شهري ليتم صرف الدعم بموجبها. في ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن الهجمات الصاروخية الروسية على محطات الطاقة في كييف وخاركييف فاقمت الوضع السيء. وشدد زيلنسكي على ضرورة تزويد بلاده بالسلاح كسبيل وحيد لوقف الهجمات الروسية المكثفة على بلاده، مؤكدا أنه تواصل مع عدد من القادة الأوروبيين لحثهم على زيادة وتيرة توريد السلاح لكييف. هذا وقال قائد القوات الأوكرانية إن قواته أسقطت 21 من أصل 33 صاروخا أهدفت في أهداف مختلفة داخل البلاد. كما أعلن المسؤول العسكري الأوكراني أن الجيش أسقط 18 من أصل 28 صاروخ كروز وثلاثة من بين 5 صواريخ جو أرض موجهة في هذه الأثناء. وأعلن وزير الطاقة الأوكراني هيرمان غالوشينكو عن انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا بسبب القصف، مؤكدا أنه تم فرض قطع الكهرباء بشكل طارئ في معظم المناطق بسبب القصف الذي طال عدة مناطق أبرزها العاصمة كييف وخاركييف ولافيف وزابوريجيا. As the situation progresses, the EU stands ready to do more if that is necessary.
إلى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن بريطانيا تعتزم إرسال دبابات إلى أوكرانيا إلى جانب دعم مدفعي إضافي. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية لسوناك مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، واتفق الطرفان على ضرورة اغتنام هذه اللحظة بتسريع الدعم العسكري من خلال توفير دبابات تشالنجر 2 وأنظمة مدفعية إضافية إلى جانب الدعم الدبلوماسي العالمي لأوكرانيا. قالت مسؤولة رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الأوكرانية، قالت إن الرئيس فولادمير زيلينسكي يريد زيارة الأمم المتحدة لإلقاء كلمة في اجتماع الجمعية العامة عشية الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير 2022. وذكرت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أنه في حالة قيام زيلينسكي بزيارة إلى الأمم المتحدة فستكون هذه هي الزيارة الثانية خارج أوكرانيا، وذلك منذ بدء الأزمة، حيث قام بزيارة مفاجئة لواشنطن في 21 من ديسمبر للقاء أهم داعميه في الحرب ضد روسيا، الرئيس جو بايدن وأعضاء الكونغرس الأمريكي. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. رئيس وزراء اليابان يحذر من أزمة أمنية قوية تهدد منطقة شرق آسيا قد تحولها لأوكرانيا جديدة. شهدت ألمانيا تظاهرة معارضة لإزالة إحدى القرى للسماح بالتوسع في تعدين الفحم، حيث أصبحت القرية نقطة ساخنة للجدل حول جهود ألمانيا لمكافحة التغير المناخي. وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن الشرطة أخلت القرية الواقعة غربي ألمانيا إلى حد كبير من النشطاء فوق الأرض، فيما لا يزال عدد منهم متحصن داخل أحد الأنفاق. قال رئيس منظومة نقل الغاز الطبيعي في ليتوانيا إن الانفجار القوي بخط أنابيب الغاز في شمال البلاد كان على الأرجح ناتجا عن عطل فني. كان الانفجار قد تسبب في ارتفاع ألسنة اللهب إلى نحو 50 مترا، وأصدرت السلطات أوامر بإجلاء 250 شخصا من إحدى القرى القريبة كإجراء احترازي. يذكر أن ليتوانيا كانت قد أوقفت واردات الغاز الروسي تماما في أبريل 2022 ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. احتشد آلاف العمال في العاصمة الإندونيسية وحثوا البرلمان على رفض مرسوم رئاسي يقول منتقدو إنه يقوض حقوق الموظفين وحماية البيئة. وأصدر الرئيس جو ويدودو مرسوم الطوارئ الشهر الماضي ليحل محل قانون الوظائف المثير للجدل في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وهي خطوة يقول بعض الخبراء القانونيين إنها تنتهك حكما قضائيا. وقضت المحكمة الدستورية بأن قانون خلق الوظائف لعام 2020 معيب، قائلة إنه لم تكن هناك مشاورات عامة كافية قبل تمرير القانون، وأمرت المشرعين باستكمال عملية تجديد بحلول نوفمبر. أعلن البيت الأبيض أنه تم العثور على 5 صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس جو بايدن في ديلاور. وأوضح البيت الأبيض في بيان أن هذه الوثائق الجديدة تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، وتم العثور عليها خلال زيارة محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر لمنزل عائلة بايدن في وقت سابق. وتضاف تلك الصفحات إلى وثائق أخرى عثر عليها في نفس المنزل، بالإضافة إلى وثائق أخرى عثر عليها في مكتبه السابق في مركز أبحاث بواشنطن. حذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من أن شرق آسيا قد يكون أوكرانيا التالية،
وفي ختام جولته بدول مجموعة السبع قال كيشيدا إنه نبه قادة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكذلك كندا إلى أنه يشعر بقوة أن أزمة أمنية قوية تهدد شرق آسيا. أضاف كيشيدا أن الوضع في محيط اليابان خطير بشكل متزايد بين محاولات التغير للوضع الراهن في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وأنشطة كوريا الشمالية النووية وإطلاقها الصواريخ. نددت كوريا الشمالية بتصريحات أطلقها مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصف فيها البرنامج النووي لبيونغ يانغ بأنه خطر واضح وقائم. هذا وتصاعدت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد عام 2022 مع إجراء كوريا الشمالية اختبارات على أسلحة كل شهر تقريبا، بما في ذلك إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات هو الأكثر تقدما على الإطلاق. أدى ثلاثة أعضاء جدد في حكومة رئيسة بيرو دينا بولوارتي اليمين الدستورية وسط احتجاجات دامية في جميع أنحاء البلاد. تأتي هذه التعيينات عقب استقالة وزيرين بسبب استجابة الحكومة للاحتجاجات المستمرة، هذا وقد بدأت الاضطرابات في أوائل ديسمبر الماضي بعد اعتقال بيدرو كاسيو وهو أول رئيس لبيرو من جذور ريفية فقيرة بعد محاولته حل الكونغرس وتجنب عزله. ألقت السلطات البرازيلية القبض في مطار برازيليا على أندرسون توريس وزير العدل السابق في عهد الرئيس جاير بولوسونارو في إطار التحقيق في الهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة. هذا وقد وافقت المحكمة العليا في البرازيل على فتح تحقيق مع الرئيس السابق جاير بولسونارو بشأن ما تردد عن دوره في تشجيع الاحتجاجات المناهضة للديمقراطية والتي انتهت باقتحام أنصاره المباني الحكومية في برازيليا. بعد عمليات اقتحام لعدد من مؤسسات السلطة في البرازيل، طلبت النيابة العامة البرازيلية من المحكمة العليا التحقيق مع الرئيس السابق جاير بولسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة عن تخريب أنصاره عددا من مقار ومؤسسات الدولة. وفي رد فوري على طلبها، أعلن قاض في المحكمة العليا البرازيلية أنه سيتم إدراج اسم الرئيس السابق جاير بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام ونهب مقار السلطة في برازيليا في 8 يناير الجاري. النيابة العامة قالت إن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر يجب أن يخضع للتحقيق للاشتباه بأنه أحد المحرضين غير المباشرين على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد بعد أسبوع على تولي الرئيس السابق لولا دا سيلفا منصبه. وفي تطورات متلاحقة، ألقت السلطات البرازيلية القبض على وزير العدل السابق أندرسون توريس لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء، وذلك بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية. وعثر على هذه الوثيقة خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفيدرالية في منزل الوزير السابق أندرسون توريس بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاض في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان متواطئاً في الهجوم الذي شنه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة. وأمهل وزير العدل البرازيلي في حكومة لولا فلافيو دينو المحكمة حتى الاثنين المقبل لمثول بولسونارو على أن يتم البدء الأسبوع المقبل في إجراءات طلب تسليمه في حال عدم مثوله أمام المحكمة. طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين المزيد من التفاصيل حول تفشي فيروس كورونا في مقاطعتها. يأتي هذا بعد أن أعلنت السلطات الصحية في الصين تسجيل 60,000 وفاة تقريبا لكورونا خلال 5 أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات كورونا، وتتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع ديسمبر الماضي. هذا وقد أصيب نحو 900 مليون شخص في الصين بعدوى كوفيد منذ 11 يناير الجاري وفقا لدراسة صادرة عن جامعة بكين. وتقدر الدراسة نسبة المصابين بكورونا ب 64% من تعداد الصينيين،
ورتبت الدراسة المقاطعات الصينية طبقا لنسبة الإصابات، حيث جاءت في المرتبة الأولى مقاطعة جانسو، وتفيد تقارير بإصابة 91% من السكان بالعدوى. استأنفت الصين رحلاتها الجوية على الرغم من المخاوف بشأن العدوى من فيروس كورونا، وبلغت نسبة الرحلات الجوية 63%. كما يستأنف مطار بكين تشانغ الدولي تشغيل رحلات الركاب الدولية ابتداء من 17 من يناير الجاري، بعدما خفضت الصين تصنيف إدارتها للجائحة إلى الفئة به، وألغت متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين اعتبارا من 8 يناير. وقال سونغ شي يونغ رئيس إدارة الطيران المدني في الصين إن التعافي السريع للقطاع بيتحدى قدرة شركات الطيران على ضمان السلامة، ويتطلب الأمر اهتماما كبيرا بالمخاطر المتعلقة بالوباء. يأتي ذلك وسط توقعات بزيادة إصابات كورونا في المناطق الريفية مع عودة مئات الملايين من الصينيين من المدن الكبرى إلى ديارهم. اختتمت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بمنطقة المستعمرة التابعة لإدارة القصير الصحية أعمالها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي استمرت على مدار يومين. وخلال القافلة تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 289 حالة بمختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. افتتح محافظ القاهرة خالد عبد العال منفذا جديدا من منافذ أهل رمضان بشارع 9 بالمقطم، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة. يضم منفذ أهل رمضان كافة السلع الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق. هذا وسيتم نشر عدد كبير من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية في كافة الأحياء، خاصة المناطق الأكثر احتياجا للبيع بسعر الجملة تخفيفا عن كاهل المواطنين، وذلك إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بمحافظة القاهرة، والتي يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ. والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكراً لكم محمد وهبة، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة وقف البطاقات التموينية التي لم يتلقى أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية للشهر الجاري، وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على انتظام صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية دون إيقاف، موضحا أنه لا علاقة بين عملية صرف المقررات التموينية وإرسال الرسائل النصية الخاصة بعملية الصرف، حيث إن الرسالة الخاصة بتفاصيل عملية صرف المقررات ترسل لمن قام بعملية تسجيل وتحديث رقم الهاتف المحمول دون تأثير على غير المسجلين لأرقام هواتفهم، مناشدة أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يقوموا بتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة على قاعدة البيانات ضرورة التسجيل من خلال مكاتب التموين أو المنصات الإلكترونية دعم مصر ومصر الرقمية. أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن مخطط الأعمال لتطوير ميناء العريش سينتهي خلال الربع الأول من عام 2024. وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أعمال التطوير أسفرت عن تقدم العديد من الشركات، ومن بينها شركة تنفذ مشروع إنشاء 6 صوامع لتخزين الأسمنت السيناوي الأسود والأبيض
بطاقة تخزينية تقدر ب 75 ألف طن وبإجمالي تكلفة استثمارية تقدر ب 830 مليون جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر وسط مزيد من المؤشرات على تنامي الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% لتستقر عند 85.28 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 79.86 دولار للبرميل بزيادة بلغت 1.9%. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.47% لتصل إلى 3.26 دولارات للتر. وفي المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7.47% لتسجل 3.42 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تشارك مصر في قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2023 والذي ينعقد خلال الفترة من 14 حتى 19 من شهر يناير الجاري بدولة الإمارات. وستشهد القمة سلسلة من الفعاليات حيث سيتم انعقاد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا وكذلك منتدى الطاقة العالمية للمجلس الأطلسي. كما سيتم إقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة وإقامة الملتقى السنوي لمنصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة. قال الرئيس المعين لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 سلطان الجابر إن الإمارات تريد أن يركز المؤتمر الذي تستضيفه هذا العام على نتائج العملية واحتواء الجميع، مشيرا إلى استثمار بلاده 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم. ودعا الجابر في كلمة أمام منتدى الطاقة العالمية المنعقد في أبوظبي إلى توسيع النطاق لاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين وحلول التقاط الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة والتقنيات الجديدة وغيرها. حذر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي من ارتفاع أسعار النفط نتيجة التحديات التي تواجه تمويل استثمارات النفط، مؤكدا أن الطلب سيرتفع على الطاقة كما أن ضعف الاستثمارات نتيجة تلك التحديات سيزيد الفجوة بين العرض والطلب. وقال المزروعي أن تراجع الاستثمارات بقطاع النفط نتج عنه تراجع الطاقة الإنتاجية لدول تحالف أوبك بلس بنحو يقدر ب 3.7 مليون برميل يوميا، موضحا أن دول التحالف تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي. انتهت جولتنا الاقتصادية والعودة إليكم مرة أخرى محمد وهبة. أشكرك ميرنا. انطلق السباق التنشيطي للهيجن بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 1000 متسابق من مختلف القبائل من 12 محافظة وأكثر من 750 جملا. يأتي هذا السباق تمهيدا للمشاركة في السباق الدولي للهيجن الذي تشارك فيه دول عربية والذي تنظمه مصر والإمارات في مارس القادم.
بمشاركة 1000 متسابق من مختلف القبائل المصرية من 12 محافظة وأكثر من 750 جملاً. انطلق السباق التنشيطي للهيجن بميدان سباق الهيجن بمدينة شرم الشيخ، ويأتي هذا السباق تمهيداً للمشاركة في السباق الدولي للهيجن، وتشارك فيه دول عربية، وتنظمه مصر والإمارات في مارس المقبل. صراحة اللي بيتم في شرم الشيخ من بطولات ومهرجانات للهيجن والتراث يعني يعتبر تاريخ 17 محافظة و1500 مشارك من هذا المكان أرض السلام. نتوجه بخالص الشكر إلى فخامة الرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لتراث الآباء والأجداد. تصميم مضمار الهيجن بشرم الشيخ جاء ليكون صالحا لاستضافة سباقات عالمية، حيث جرى تطويره ليواكب أحدث ما وصلت إليه تقنية مضامير الهيجن في الدول العربية. مضمار يعتبر الأول في أفريقيا، إمكانيات للهيجن، إمكانيات للزوار، إمكانيات للمتفرجين، إمكانيات للمتسابقين، حاجة كبيرة. أيضا الدفع الكبير، أيضا دولة الإمارات الشقيقة متطور، يعتبر من الدول العربية الأولى متطورة في رياضة الهجن، أعطت كثير مصر من الخبرات في رياضة الهجن، وأصبحت الهجن في مصر الآن في تقدم كبير في رياضة الهجن. إن شاء الله ورويدا ورويدا إن شاء الله نسير في مصاف الدول الخليجية تقدم في رياضة الهجن. هذا ويجري تنظيم السباق التنشيطي للهجن بشرم الشيخ وفقا لقوانين رياضات الهجن التي أصبحت من أهم الرياضات في مصر، وتحظى بكل اهتمام ودعم من الدولة تشجيعا لملاك الهجن على الإكثار منها وتربيتها وتحسين سلالاتها. استقبلت منطقة أثار سقارة المديرة الإقليمية لليونسكو يوريا سانز في إطار جولاتها التعريفية بالمنطقة. وخلال الجولة تم استعراض أعمال الحفائر التي تقوم بها حاليا البعثة الأثرية المصرية لكشف المزيد من أسرار المنطقة، وكذلك آخر الاكتشافات الأثرية بالإضافة إلى أعمال الترميم والنشر العلمي لعدد من المقابر التي تضمها المنطقة الأثرية. وقد أعربت نورينا سانز عن إعجابها بما تم تحقيقه من إنجازات بالمنطقة الأثرية ومدى التقدم الملحوظ في جميع الأعمال التي تتم بها. نجحت البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة بين المجلس الأعلى للأثار ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة بجامعة كامبريدج في الكشف عن مقبرة ملكية لم تكن معروفة من قبل، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تم تجريبها من قبل البعثة بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بالأقصر. وتشير الدلائل الأولية التي تم الكشف عليها داخل المقبرة حتى الآن إلى أنها ربما تعود لفترة حكم التحامسة عصر الأسرة 18، وهو ما سوف يتم التأكد منه خلال الفترة القادمة لحين الانتهاء من أعمال التوثيق الأثري للمقبرة. هذا وتواصل البعثة أعمال التوثيق الأثري للمقبرة بالكامل، الأمر الذي سيساهم في إزاحة الستار عن التخطيط المعماري للمقبرة بشكل واضح وكذلك لعناصرها الفنية. والآن وقفتنا الخاصة بأخبار الطقس واستعراض الحالة الجوية. مرة ثالثة مرنا إيهاب، إليك مرنا. شكرا لكم هبة ومحمد، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11، الأسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 13، مطروح 18-11، بورسعيد 20-11، والإسماعيلية 20-10. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10، العريش 19-10،
طابة 18-11، شرم الشيخ 22-13 والغردقة 22-12. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 8، أسوان 21-10، الوادي الجديد 20-6، شلاتين 24-16 وأخيرا حلايب 22-15. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أهم لقطة في هذا اليوم. بلقطة اليوم نصل لختام نشرة التاسعة. بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يتابع موقف تنمية سيناء ويوجه بتواصل مساهمات صندوق تحيا مصر في دعم التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية. ومن أرض الفيروز، رئيس الوزراء يشير إلى جهود الدولة لتطهير سيناء من الإرهاب خلال السنوات الماضية بالتوازي مع عملية التنمية الجارية. زيلنسكي يؤكد أن الهجمات الروسية على محطات الطاقة فاقمت الوضع السيء ويشدد على ضرورة تزويد كييف بالسلاح. انتهت نشرة التاسعة، أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري، لكن هواء التاسعة يتواصل معكم والإعلامي يوسف الحسين. ازيك يا هبة؟ ازيك يا محمد؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ مين ساكن في التجمع يا جماعه فيكم؟ لا أنا يعني بالقرب من قريبين. انا امبارح كنت عند خالي في التجمع،
يا جماعه البلد دي برد قوي، الحته بتاعت التجمع دي برد زياده عن اللزوم. سموها التجمد الخامس. التجمد جدا ده، التجمد زياده عن اللزوم. وبعدين واضح ان المتغيرات المناخيه في التجمع شغاله على ودنه، يعني ناقص تنزل ثلج. ده شيء غريب جدا، انا اشفق على الناس اللي ساكنه هناك بصراحه. بس انت اتبسطت اكيد. لا مما لا شك فيه، يعني قعده العيله دي برضه قعده لطيفه يعني. ده مما لا شك فيه، بس برد برد. واليومين كمان دول يا يوسف اظن النهارده كمان وامبارح يعني درجه الحراره قلت شويه، وشكلنا كده داخلين على موجه انخفاض. ما كنتش موجود الاسبوع اللي فات، كان في حته يوم مطرت شديده. شوف انا طول عمري اعرف انه يعني يا مطر يا تراب، لكن مطر وتراب الاثنين مع بعض دول بقى اللي بجد دونت ميكس. حصلت، انا بفتح باب العربيه ولقيت لك تراب داخل في وشي ومطر نازل على نفوخي. ما حاجه صعبه على كل، ربنا يستر على اهالينا. تغيرات مناخيه. والله كل التوفيق يا رب يخليكم. شكرا يا هبه، شكرا يا محمد، ازعجناكم والله يا جماعه. نستاذنكم احنا نبدا فقراتنا.